أثابكم الله. يقول السائل: رجل وهب لابنه محل واشترط عليه إن شرع في العمل أن يكون هذا المحل مقهى، وفي بلدنا جل الزبائن يتعاطى الدخان مع القهوة. السؤال: هل يجوز لي أن أوافقه على هذا المشروع علما أني لا أستطيع الإنكار على الزبائن؟ المحل الذي يكون للمعاصي تمارس فيه المعاصي لا يجوز لك تأجيره لهم، ولا يجوز إنك تقيمه للزبائن اللي يعملون فيه المعاصي. يجب عليك إنك تشترط على من يدخله، تضع لافتة على الباب وتشترط إنه لا يشرب الدخان في هذا المحل، فمن خالف صار لك عليه حجة في إخراجه منه. نعم.